مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منوريني ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي واخبار الاهلي في كل مكان. يعني اهم خبر معايا النهارده هو اتصال الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بمحمد يوسف مدرب النادي الاهلي والقائم باعمال مدير الكره للاطمئنان على بعثه الفريق في كرواتيا. كابتن خطيب اتصل بمحمد يوسف عشان يطمن على كل حاجه في معسكر الفريق، ومحمد يوسف طمنه بصوره كافيه او بصوره جيده للغايه. على حسب قول محمد يوسف قال الامور تسير بصوره جيده للغايه، خصوصا ان معسكر او مكان المعسكر يعد مثاليا، بالاضافه الى ان ملعب التدريب لا يبعد سوى 5 دقائق عن مقر الاقامه. وكانت بعثه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي قد وصلت الى كرواتيا امس الاثنين للدخول في معسكر مغرق. اكيد حضراتكم طبعا عارفين المده، المعسكر 10 ايام هيتخللها مباراتين وديتين للوقوف على التشكيله النهائيه في عيون المدير الفني الجديد نادي الاهلي كالترون لمواجهه بطل بوتسوانا. ان شاء الله يكون معسكر ناجح في كل بنوده او في كل تفاصيله. كمان ايضا محمد يوسف اثنى على ملعب التدريب وقال الملعب نموذجي للغايه، وكمان قال ان هاتين المباراتين ان شاء الله اللي هيلعبوها النادي الاهلي يوم 6 ويوم 9 هيكونوا بمثابه التجهيز زي ما قلت لحضراتكم استعدادا لمواجهه بطل بوتسوانا تاون شيب يوم 17 باذن الله. مباراه مهمه جدا جدا جدا، ودايما بقول ان كل عشاق الاهلي بينتظروا هذه المباراه بفارغ الصبر، يشوفوا فريقهم، يشوفوا كالترون اول مواجهاته الرسميه مع بطل بوتسوانا، هيشوفوا كمان اداؤه، هيشوفوا اسلوبه، هيشوفوا اللعيبه اندمجت معاه ولا لسه. حاجات كتير جدا ان شاء الله، كل النجاحات لكالترون مع النادي الاهلي. في نفس السياق ايضا يوسف وعدلي يعينان ملعب تدريب الاهلي بكرواتيا، وقلت لحضراتكم منذ قليل ان هم اطمنوا على الملعب. محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره والمدرب العام نادي الاهلي وسمير عدلي المدير الاداري دينامو الفريق بصراحه اطمنوا على ملعب المعسكر اللي هيقام عليه تدريبات النادي الاهلي اسمه ان كي بوليت، الذي سيقام عليه تدريبات الفريق خلال فتره تواجده باوكرانيا، والذي يبعد عن مقر الاقامه 5 دقائق، وهو نفس الملعب الذي تدرب عليه المنتخب الكرواتي قبل السفر الى كاس العالم بروسيا 2018. اكيد ملعب كويس جدا طالما الفريق الكرواتي اقام عليه تدريباته قبل سفره لبطوله كاس العالم المقامه حاليا بروسيا. أبدأ المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة إعجابه الشديد بالملعب زي ما قلت لحضراتكم وبالإمكانيات المتوفرة للمعسكر من حيث الإقامة ووسائل الانتقالات، 5 دقائق بين الفندق وبين ملعب التدريب. أكيد حضراتكم عارفين يعني إيه 5 دقائق. أيضا الأهلي يواجه أولمبيا السلفيني وديا يوم الجمعة، دي أول مباراة إن شاء الله هتكون يوم 6 الجمعة القادم بإذن الله، يخوض خلالها أو من خلالها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المباراة الودية الأولى بمعسكره الأوروبي أمام فريق أولمبيا السلفيني يوم الجمعة 6 يوليو الجاري. ومن المقرر أن يخوض الأهلي هذه المباراة في سلفينيا، خاصة أن المسافة بين معسكر الفريق الحالي في مدينة سيفنتي مارتن الكرواتية وسلفينيا قصيرة جدا. المسافة بين سلفينيا وأوكرانيا يا جماعة أو معسكر الفريق بيتيح له ان هو يتنقل بين اوكرانيا وسلوفينيا، المسافه قليله جدا زي ما قلت لحضراتكم 5 دقائق لملعب التدريب، وايضا مسافه قليله جدا لسلوفينيا. ان شاء الله يكون مباراه تفي بغرضها باذن الله. ايضا في نفس السياق الاهلي يتدرب على فترتين بالمعسكر الخارجي في كرواتيا. الجهاز الفني للفريق الاول بالنادي الاهلي وضع خطته او وضع خطه التدريب بتاعته او برنامج التدريب بتاعته، عايزين يعني اي مسمى، يتضمن المران اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء على فترتين، الاولى في 10 صباحا والثانيه في 5 مساء. حرص الجهاز الفني للاهلي بقياده باتريس كالتيرون على تفقد المعسكر والاطمئنان على كافه الترتيبات. الراجل ده يا جماعه شايف كل صغيره وكبيره، ودي اهم حاجه في النجاح بصراحه، يعني انت تبقى شايف كل حاجه صغيره وكبيره بتهتم بادق التفاصيل. اطمن على الترتيبات الخاصه بالفريق من اجل الخروج باكبر استفاده ممكنه قبل بدايه الموسم الجديد ومواجهه تاونشيب البتسواني يوم 17 يوليو الجاري في الجوله الثالثه لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. هنتكلم على باتريك كالترون وباتريس كالترون وكل اهتمامه بأدق التفاصيل زي ما قلت لحضراتكم، الراجل ما بيهزرش. شفنا الجزاءات اللي خدها
على اي حاجه بتحصل. الراجل ماشي يعني زي الطريقه العسكريه كده، عايز ينجح وان شاء الله ينجح باذن الله. في نفس السياق لسه في معسكر نادي الاهلي، الشيخ يؤدي تدريبات تاهيليه في مران الاهلي بكرواتيا. لم يشارك احمد الشيخ لاعب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الثلاثاء، والذي اقيم على ملعب قريب من فندق الاقامه في كرواتيا. وجاء غياب الشيخ عن المران بسبب الاصابه التي لحقت به مؤخرا بجزع في الركبه، حيث يخضع لبرنامج تاهيلي تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. ده النجم احمد الشيخ. ايضا النجم باسم علي يشارك في التدريبات الجماعيه للاهلي. اخيرا شارك باسم علي الظهير الايمن الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي في المران الجماعي، والذي اقيم في العاشرة صباح اليوم الثلاثاء على احد الملاعب القريبه من فندق الاقامه في كرواتيا. عارفين ان باسم علي قعد فتره طويله جدا بيعاني من الاصابه، لعنه الاصابات طردته كتير جدا في الدوري السنه اللي فاتت، ولسه هو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في التدريبات الجماعيه اليوم. باسم علي تخلف عن المشاركه في التدريبات خلال الايام التي سبقت سفر الفريق بسبب الاصابه قبل ان يتعافى ويشارك في المران الاول للاهلي في معسكره بكرواتيا. ان شاء الله باسم علي لعيب مهم جدا جدا. كنا سمعنا كلام ان باسم علي ممكن ما يبقاش في الفريق، لكن باسم علي لعيب مهم جدا واضافه قويه للفريق. بس يرجع باسم علي اللي احنا عارفينه، لعيب سريع، لعيب سياق حراس المرمى، بيؤدي تدريبات قويه جدا مع مصطفى كمال. مصطفى كمال قاد تدريبات مدرب او تدريبات حراسه المرمى بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي مرانا بدنيا وفنيا شقا للثنائي علي لطفي ومصطفى شوبير. عارفين ان شريف اكرامي والشناوي ان شاء الله يلحقوا بالمعسكر قريب جدا. ده اول مران جماعي للفريق. ان شاء الله مصطفى كمال يقف على حاله الحراس، والحراس ما شاء الله كلهم يعني الشناوي اكرامي ومعاهم شوبير طبعا مصطفى شوبير الصاعد ومعاهم طبعا النجم علي لطفي. حرص مصطفى كمال على تدريب الحارسين على الكرات العرضيه والتصدي للتصويبات من داخل وخارج منطقه الجزاء، ومن المنتظر ان يخوض الفريق مباراتين وديتين، وده اللي احنا بننوه عنه دايما ان شاء الله يوم الجمعه القادم اول مباراه تكلل بالنجاح باذن الله. طيب علشان نشوف ونعرف اخبار اكتر نروح نشوف زميلنا اميل هشام من معسكر الفريق في كرواتيا هيقول ايه ونرجع لحضراتكم على طول. يا صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ويوم جديد للنادي الأهلي هنا في كرواتيا، وبالتحديد استعدادات النادي الأهلي للموسم الجديد والمرحلة الثالثة من هذه الاستعدادات الهامة جدا بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين، وخصوصا زي ما احنا عارفين كالعادة النادي الأهلي مقبل على تحديات كبيرة ومهمة جدا، وأهمها طبعا بطولة دوري أبطال أفريقيا وهي بداية الموسم الجديد بالنسبة للنادي الأهلي. لكن خلينا بالتحديد نتكلم عن الفريق والفريق النهارده هيعمل ايه او عمل ايه كمان. النهارده يمكن الصبح بدري شويه كان في المران الاول للنادي الاهلي هنا في كرواتيا في المعسكر المخصص بالنسبه للفريق. المران كان مران صباحي، لكن قبل المران كان في ميعاد الفطار الخاص باللاعبين كان بالتحديد في تمام الساعه 8 صباحا، وبعديها مباشره او بساعه بالتحديد كان في المران الاول بالنسبه للنادي الاهلي واللي ابتدى من خلاله الاستعدادات من خلال التواجد هنا في كرواتيا. يمكن شمل بعض التدريبات والفقرات البدنية الهامة طبعا كالعادة تحت إشراف مستر باتريس كارتيرون وكابتن محمد يوسف وبقية أعضاء الجهاز الفني، وفي تواجد اللاعبين المتاحين بالنسبة للنادي الأهلي خلال هذه الفترة هم حوالي 25 لاعب بخلاف بقية اللاعبين اللي هم إن شاء الله هينضموا للمعسكر في وقت لاحق، وبالتحديد يوم 5 ويوم 6 على دفعتين، 5 لاعبين هيكونوا متواجدين يوم 5 وأيضا 2 لاعبين هيكونوا متواجدين يوم
6 عشان يكتمل القوام بالنسبة للنادي الأهلي. التدريبات كانت فقرات بدنية بالنسبة للفريق وأيضا بعد فقرات الكرة، وأيضا كان في تقسيمة كده في نص الملعب كانت مهمة جدا، ومستر باتريس كارترون يمكن أوقف هذه التقسيمة أكثر من مرة عشان يعطي بعض التعليمات المهمة بالنسبة للاعبين بالتحديد من الناحية الفنية والناحية التكتيكية. أبرز الأخبار بالنسبة للاعبين، يمكن أحمد الشيخ زي ما احنا عارفين مصاب، عنده جزع في الركبة، بيغيب لمدة أسبوعين، فبالتالي النهاردة ما شاركش في التدريبات، لكن كان عنده بعض التدريبات التأهيلية مع أخصائي التأهيل دكتور طارق عبد العزيز، لكن النهاردة أيضا كان أول مشاركة في التدريبات الجماعية بالنسبة لباسم علي، واللي كان بيعاني أيضا من إصابة مؤخرا، لكن هو واضح ان هو جاهز بشكل جيد للتدريبات الجماعيه. ايضا من ضمن الاخبار اللي عايز اقولها لكم، يمكن خلال التقسيمه حسام عاشور طبعا نجم الفريق تعرض لكدمه في الكاحل، لسه مش عارفين مده غيابه ممكن تكون قد ايه، لكن سالنا حسام عاشور وعرفنا ان الكدمه يمكن بسيطه شويه، هو ما قدرش يكمل التقسيمه، لكن ان شاء الله هيكون في احتمال كبير ان هو يلحق تدريبات الغد ان شاء الله او بعد غد على اقصى تقدير. ده بالنسبه لاخبار المران الصباح. هيكون في ايضا مران مسائي بالنسبه للفريق، لكن قبليه هيكون في ميعاد الغداء بالتحديد في تمام الساعه 1 ظهرا، ثم المران المسائي هيكون في تمام الساعه 5 عشان ينتهي اليوم الاول النهارده بالنسبه للنادي الاهلي في كرواتيا، واكيد نتمنى لهم كل التوفيق في هذه الاستعدادات استعدادا للموسم الجديد الهام جدا بالنسبه للنادي الاهلي. يعني ان شاء الله باذن الله قناه الاهلي هتغطي لكم المعسكر كاملا، كانكم قاعدين في المعسكر. نقدر بنعمله بصراحه، وانا قلت لكم قبل كده الكلام ده، احنا هنا علشان يعني نجيب اي حاجه ليكم، اي اخبار متعلقه بالفريق، لو نعرف نعيش مع الفريق عشان نرضي كل جماهير الاهلاويه هنعمل كده ان شاء الله. فكل ما هو جديد في المعسكر هتلاقوه كل يوم في كل البرامج المذاعه على قناه النادي الاهلي اول باول في معسكر الاهلي ان شاء الله في كرواتيا. امير هشام قال ان الفريق بيتمرن فترتين زي ما قلت لحضراتكم، فتره صباحيه وفتره مسائيه. الفتره الصباحيه كالتيرون دايما بيركز فيها، اول طبيعي المدربين الفنيين دايما بيركزوا في الفتره الصباحيه على المران البدني، الفتره المسائيه بتبقى كلها حاجات فنيات، وإن كان ممكن يدخل فنيات في المران الصباحي زي ما عمل كارترون النهاردة، زي ما قال أمير هشام إن هو إدى فترة بدنية للاعبين ثم عمل تقسيمة بعد كده تخللها توقفات كثيرة. توقفات ليه؟ علشان يقول لهم رأيه الفني وإزاي نلعب وإزاي نعمل هندفع من هنا ونهاجم من هنا، وده دوره إيه وده دوره إيه. واضح جدا وصارم جدا. كان نفسي أحمد حمدي، ودايما هقول أحمد حمدي كتير لأن أحمد حمدي لعيب واعد وصاعد، كان نفسي يبقى في المعسكر، لكن هي قرصة ودنه إن شاء الله يتعلم من هذا الخطأ. لازم كلنا نلتزم ونبقى عند حسن ظن الجميع. يا جماعة أحمد حمدي لعيب صغير وإن شاء الله يتعلم من قرصة الودن دي. زي ما قال كمان أمير إن المران المسائي اللي هو المفروض إن هو شغال أو خلص بيتخلله كل الجوانب الفنية، وهيقف عليها كالتيرون أيضا، هتخلله بقى جوانب للفاولات وللناحية الدفاعية والناحية الهجومية، والمهاجمين وقفتهم إزاي، المدافعين وقفتهم إزاي، والديفندرات هنلعب بالديفندرين ولا هنلعب بالديفندر واحد والتاني شكله هجومي أكتر. ده اللي كانت بتطالب بيه جماهير الأهلاوية. هنشوف الشكل العام إن شاء الله في مباراة الجمعة القادم بإذن الله، ونحاول نغطي لكم أكتر أو أكبر قدر نقدر نغطيه من هذه المباراة. عايز أروح للكابتن الخطيب وتفقداته للمنشآت في كل الفروع، بصراحة تفقده لكل المنشآت في كل الفروع خاصة فرع مدينة نصر النهاردة. كابتن محمود الخطيب كالعادة. قبل ما أتكلم على الخبر ده، يعني عايز أقول لكم إن الأيام بتثبت كل يوم إن الأهلي في مكانه الصحيح. الأيام بتثبت كل يوم إن الأهلي ماشي في الطريق الصحيح بتاعه، إن الأهلي دايما كبير. وهنهي معاكم إن شاء الله بالكلمتين اللي أنا عايز أقولهم لحضراتكم. كابتن الخطيب بتفقد مشروعات مدينة نصر، قام بجولة تفقدية في فرع النادي بمدينة نصر اليوم الثلاثاء لمتابعة العمل في تطوير منشآت النادي تنفيذا لبرنامج عائلة الأهلي. رافق الكابتن الخطيب في هذه الجولة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، والعميد حسن مسعود مدير فرع مدينة نصر، والعميد محمود حزين مدير أمن الفرع، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، والمقدم خالد طه ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. حرص كابتن الخطيب على تفقد عدد من المناطق الجديدة المخصصة لجلوس الأعضاء والمنافذ الجديدة، والمنطقة الخاصة بشاشة العرض العملاقة التي
أكد المهندس المختص أنها ستكون جاهزة للعمل بداية من الخميس المقبل إن شاء الله. دي صور أرشيفية لزيارة الكابتن خطيب لفرع مدينة نصر قدام حضراتكم. أيضا إلى جانب تفقد صالة الكاراتيه والمنطقة الترفيهية بالفرع التي ستشمل حمام السباحة للأطفال وحمام سباحة عائلي وحمام سباحة للأمواج لخدمة أعضاء النادي وفقا لبرنامج عائلة الأهلي، وتقديم أفضل خدمة للأعضاء إلى جانب متابعة العمل في السور الخارجي والبوابات وفقا لما تم الإعلان عنه في وقت سابق، إلى جانب توفير أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الراحة لهم خلال تواجدهم في الفرع، وهو ما جاء ضمن البرنامج الانتخابي للكابتن الخطيب ومجلسه الموقر، إلى جانب مراجعة آخر الأعمال المتعلقة بالصيانة والقطاع الخدمي بالفرع. كما تابع الكابتن الخطيب جانبا من فعاليات بطولة منطقة القاهرة للسباحة والتي تقام بفرع النادي بمدينة نصر، وحرص على الترحيب بمسؤولي المنطقة وتمنى لأبناء الأهلي المشاركين في البطولة كل التوفيق. أيضا استعرض الكابتن الخطيب مع المستشار الهندسي للمجلس الجدول الزمني الخاص بالانتهاء من أعمال التطوير في كافة المنشآت بالفرع، مشددا على ضرورة الانتهاء منها في الموعد المحدد وفقا لأفضل المعايير التي تليق بخدمة أعضاء الجمعية العمومية للنادي. كما طلب الإدارة التنفيذية بوضع خطة زمنية سريعة للانتهاء من المراحل الأولى سواء للمشروعات الكبرى والتي تشمل تطوير الشكل العام من أسوار وبوابات إلى جانب الأعمال الداخلية التي تمس الأعضاء بشكل مباشر وبصفة يومية. أيضا الخطيب يواصل الاجتماع باللجان الخدمية بالأهلي اللي أنا قلت لحضراتكم. الصور اللي قدام حضراتكم دي كانت زيارة الكابتن محمود الخطيب لتفقد كل الأعمال في فرع مدينة نصر. قدامكم خطوة بخطوة كابتن الخطيب ماشي في البرنامج اللي طرحه قبل تولي مسؤولية نادي الأهلي، برنامج عائلة الأهلي ماشي فيها بخطى ثابتة، وأعتقد إن هي كمان المواعيد ثابتة، وبيطالب الناس كمان إن هي تخلص قبل المواعيد وفقا لمعايير عالية جدا جدا. ده المتوقع، يعني ده المتوقع من الكابتن الخطيب ومجلسه. أيضا الكابتن الخطيب بيواصل الاجتماع باللجان الخدمية بالأهلي. وصل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي سلسلة الاجتماعات مع اللجان الخدمية بالنادي في إطار تنفيذ برنامج عائلة الأهلي. وعقد الكابتن محمود الخطيب اجتماعا اليوم الثلاثاء في فرع النادي بمدينة نصر مع رؤساء لجان ذوي الاحتياجات الخاصة والرحلات والرواد واللجنة الثقافية لمناقشة كافة متطلبات هذه اللجان وبحث سبل تفعيل دورها بشكل عملي خلال الفترة المقبلة. واستمع رئيس النادي لرؤية رؤساء اللجان بخصوص تحقيق التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية ورصد كافة المعوقات والتصدي لها، وطلب من الإدارة التنفيذية وضع برنامج زمني لتوفير متطلبات اللجان لتقوم بعملها على الوجه الأكمل في ظل اهتمام مجلس الإدارة بتنفيذ المهام الخاصة بكل لجنة في إطار خدمة أعضاء الجمعية العمومية. طيب كالعادة سيادة العميد محمد مرجان أو كابتن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي كالعادة معايا على التليفون عشان يطمنا على كل المستحدثات في النادي الأهلي. سيادة العميد أهلا وسهلا بحضرتك. ازاي يا كابتن عبد الحميد؟ الله يخليك. يعني احنا تعبينك معانا بس يعني ما فيش بقى. لا يا حبيبي ولا يهمك، ربنا يخليك، احنا عشان النادي الأهلي ما عندناش أي مشكلة والله. ربنا يخلي حضرتك. يعني طمنا في زيارة الكابتن محمود الخطيب، نشاط متواصل بصراحة، العادة العمل على قدم وساق، حاجة جميلة جدا وحاجة مبشرة جدا. وزي ما ختمت مع حضرتك امبارح قلت إن الجماهير عندها ثقة كبيرة جدا في هذا المجلس برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وأيضا أنتوا محل لهذه الثقة يا سيادة العميد. والله يا كابتن ميدو أنا بس عايز أقول لك حاجة قبل ما أبدأ الكلام. الاستقبال النهارده لأعضاء الجمعية العمومية استقبلوه الكابتن الخطيب، استقبلوه لينا يديك دفعة أكتر لو أنت بتشتغل النهارده. لا ده أنت عايز أكتر من الشغل اللي إحنا بنشتغله مرات نتيجة الاستقبال الحافل اللي هم قابلونا بيه. بصراحة يعني أنا بتوجههم بكل الشكر، وكابتن الخطيب نفسه وإحنا ماشيين بتوجههم بكل الشكر، واللي هم كمان النهارده يعني متابعين الأعمال معانا ومتابعين الشغل رغم زي ما إحنا شايفين في اصوات كتير، بس احنا يعني النادي الاهلي ربنا فيه احنا بنشتغل فقط لا غير وبنرد بشغلنا. النهارده دي بدايه الـ مش يعني نهايه فتره وبدايه فتره جديده خالص، نهايه فتره ست شهور استلم فيها المجلس، حصل فيها تقييم خلال ال 48 ساعه اللي فاتت. النهارده احنا يوم 3/7 بدايه ست شهور جداد هيبقى فيهم تقييم بشكل مختلف تماما. زي ما انا قلت لحضرتك قبل كده احنا ناس بتحاسب نفسيها قبل ما بنشوف نحاسب الناس، عندنا شفافيه، بنحب النادي بتاعنا. كابتن محمود الخطيب حط برنامج هو مجلس ادارته
عازمين ومصممين ان هم هيستكملوه بالشكل الافضل للنادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه وجماهيرهم. النهارده احنا كنا بنزور الزياره بتاعت مدينه نصر، وبعد كده ان شاء الله باذن الله في زياره للشيخ زايد، وفي زياره للجزيره رغم ان احنا متواجدين في اهل الجزيره، لكن في زياره للمواقع والمشروعات الكبرى اللي احنا شغالين فيها بالنادي بالتنسيق مع جهاز المشروعات. طبعا احنا عارفين الفتره اللي فاتت كان شهر رمضان، فكان بس العمل ضعيف شويه عشان خاطر العماله والابدات، فالنهارده فعلا ابتدوا بشكل جيد جدا وكان واضح، ويمكن عندك الصور موجوده وكانت معانا قناه الاهلي مرقبنه. يا ريت انتوا تبتدوا تذيعوا للناس الكلام اللي شغال احنا شفناه النهارده. حضرتك وحضرتك بتتكلم، كل الصور ارشيفيه معروضه قدام حضرتك على الشاشه وقدام الساده المشاهدين. تمام، انت من ضمن البرنامج الانتخابي بتاعك بالنسبه للمشروعات الاساسيه او المشروعات الكبرى منطقه الاسوار بالكامل في مدينه نصر، والنهارده احنا اطلعنا على المرحله اللي احنا وصلنا لها، وهم وصلوا المرحلة الحمد لله رب العالمين متقدمه ومتميزه بشكل كويس. مرحله المنطقه اللي هي المنطقه الترفيهيه وتغيير حمام السباحه بتاع المنطقه الترفيهيه وانشاء مجمع اقوى بارك للنادي الاهلي، وده هيبقى اول مجمع ان شاء الله باذن الله معمول بشكل كويس بشكل جيد برضه الناس تشتغل فيه. منطقه الجلوس للاعضاء عشان خطه التوسيع واستقبال الاعضاء الجمعيه العموميه اللي في التزايد، وازاي نوفر لهم سبل الراحه برضه شغالين فيها بشكل كويس. على الجانب الاخر المشروعات اللي هي او مش اعمال الصيانه والتجديدات اللي هي ما حصلش فيها تجديد من ساعه فرع الاهلي مدينه نصر، اما منطقه مناطق كلها خدميه بتخدم الاعضاء فيها مناطق اكتر كويس. النهارده برضو الاداره الهندسيه اطلعت اللي هي عملت اماكن خاصه لاصحاب القدرات الخاصه، ودي برضو من ضمن البرنامج، فاحنا شغالين في كل حته. الكابتن خطيب النهارده اطمن بنفسه وادى مهل 10 ايام، هيبقى في كل 10 ايام زياره ميدانيه لمتابعه المشروعات بحيث ان احنا نستلم في التوقيت الزمني المطلوب لينا. طبعا كل ده كابتن ميدو بيحصل بعد، لازم الناس تبقى عارفه كويس قوي، ده احنا قعدنا 6 شهور كان في ترتيب البيت من الداخل، في فتره فيها استلام وتسلم، انت بتحافظ على كيان النادي الاهلي، ما بتحافظش على اشخاص، بنحاول نشوف الشكل اللائق يبقى فيه الاستلام والتسلم بشكل كويس عشان نبدا احنا مشروعاتنا بشكل جيد مختلف، عشان احنا برضو يعني متاكدين في يوم احنا هنسلم فيه الرايه، وكابتن الخطيب عنده قناعه تامه وعنده رضا في النفس بهذا الموضوع، اللي احنا لما نيجي نسلم الرايه الناس الاجيال بعد كده بتكمل، وهو قال كده للشباب، خلي عندكم طموح اللي انتم الجيل بتاعكم هو اللي هيشيل النادي الاهلي سواء اداره تنفيذيه او مجلس اداره او رئيس مجلس اداره. أكيد. الحمد لله احنا متابعين القصه دي. بعد ما خلصنا طبعا استكمل اجتماعات مع اللجان المعاونه، ودي ابتديناها من امبارح. تمام، عندنا 8 لجان معاونه مع لجنه عليا، ودي كانت اول مره تتخصص اللجنه العليا واللائحه بتاعتها، ازاي نستفيد من اللجان المعاونه من اعضاء الجمعيه العموميه المتطوعين اللي هم بيوصلوا رسالتك كاداره تنفيذيه، وفي نفس الوقت في بعدك كاداره تنفيذيه، في نفس الوقت في تعاون بيننا وبينهم، ازاي نخدم اعضاء النادي الاهلي. عشان كده احنا النهارده بنقول ونعلم اللي احنا فتحنا باب المشاركه لجميع اللجان اللي موجوده، لكل اعضاء النادي اللي بيحبوا يشاركوا في اللجان المتخصصه، لجنه المراه، لجنه الحالات، لجنه الثقافيه التروحيه. كان في لقاء جميل جدا جدا مع لجنه الرواد، واطلعوا على طبعا هم له الشكر اللي تم فيهم خلال الفتره اللي فاتت، كانت في اولويات الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته رواد النادي الاهلي، وجهوا الشكر على ما تم الفتره اللي فاتت برئاسه الاستاذ فؤاد، وهو طبعا مش غريب علينا، ده راجل يعني ماسك رئيس لجنه الرواد بقاله فتره كبيره جدا، ومجموعته جميله جدا جدا، وبقدموا التعاون، وهم كان لهم طلبات، الكابتن ادى طبعا تعليمات فوريه للاداره التنفيذيه او اللجنه العليا لمتابعه القصه دي تنفيذها بشكل جيد. فالحمد لله احنا شغالين الحمد لله رب العالمين بشكل كويس. وزي هرجع اقول لك سواء في كل الادارات اللي موجوده والسلبيات اللي عندنا، والست شهور التانيين هيبقى فيهم تكييف تقييم بشكل تماما، وهتلاقي فيه على طول تقارير مستمره الكابتن طالبها بالنسبه لجميع الادارات. برضه على الجانب الاخر نائب رئيس النادي شغال في فرع الجزيره مع ناحيه النشاط الرياضي عشان لازم ننجز فيها ونخلصها في اسرع وقت ممكن. امين الصندوق شغال مع الاداره الماليه لتوفير الموارد، اللي هتلاقي المنتج مرتج النهارده عشان لجنه الجماهير، وانهى النهارده عمل لجنه الاداره بكره على مجلس الاداره. اعضاء مجلس الاداره بتتحرك بشكل وتواصل كل السلبيات، بنتابع السلبيات اللي موجوده قبل ما نتابع الايجابيات. بس بصراحه النهارده في نهايه الجوله والتعب اللي حصل النهارده، استقبال اعضاء جمعيه عموميه في مدينه نصر كان فوق الرائع، واحنا بنشكرهم بلسان كابتن الخطيب، لان هم بصراحه ربنا ادونا دفع اكثر ان احنا نبذل مزيد من المجهود اكثر
ربنا يكرم ان شاء الله. اكيد يا سياده العميد، يعني الناس حاسه باللي انتم بتعملوه، عشان كده زي ما وصفت حضرتك ان الاستقبال كان اكثر من رائع، وده طبيعي جدا ان هم يستقبلوا مجلس الاداره وكل الناس المحبه للنادي الاهلي قبل ما يكونوا حتى مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود خطيب، ناس محبه فعلا من قلبها النادي الاهلي. والايام بتثبت يا سياده العميد ان النادي الاهلي نادي كبير، وهو كان صح في كل خطوه خطوه. يعني سيادة العميد انا اعتقد ان الصوت راح. سيادة العميد محمد مرجان، كابتن محمد مرجان مدير تنفيذ النادي الاهلي، شكرا جدا على هذه المداخله. انا دايما بحب اجيب لكم الكابتن محمد مرجان عشان تتابعوا من خلاله كمان كل حاجه بتحصل في النادي الاهلي في فروعه الثلاثه، وكل المستجدات وكل الخطوات اللي بياخدوها كابتن محمود الخطيب مع مجلسه الموقر في لخدمه اعضاء النادي الاهلي ولخدمه جماهيره ايضا. قلت لكم امبارح كمان ان الكابتن محمود الخطيب كان من أهم أهدافه في اجتماعه مع سيادة الوزير إن يناقش معاه ملف عودة الجماهير، يعني كل حاجة إن شاء الله ماشية في النادي الأهلي زي ما هم عايزينها وزي ما إحنا كجماهير أهلاوية عايزينها. طيب كمان أنا قلت لحضراتكم إن كمان الكابتن محمود الخطيب خلال اجتماعه باللجان الخدمية كمل لكم الخبر، الاجتماعات المتواصلة مع اللجان كابتن محمود الخطيب انتهى منها، وكمان بيرتب الأولويات الداخلية لخطة العمل الخاصة بالدورة الانتخابية وعلى رأسها تشكيل الجهاز الفني، أو بعد ما خلص تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم وقطاع الكرة وتوفير الدعم الكامل لقطاع النشاط الرياضي بالنادي. دي خطوات عملها قبل كده، وهو دلوقتي بيشوف الخطوات أو الخطوة اللي بعدها. وألزم رئيس النادي كافة المسؤولين سواء الإدارة التنفيذية أو المستشار الهندسي أو رؤساء اللجان الداخلية بسرعة إنجاز المهام المطلوبة على أكمل وجه، وتقديم تقارير شهرية عن متابعة تنفيذ هذه الأعمال. الجمهور حاجة تفرح، يعني تشوف الجمهور تفرح، بينور أي حاجة بصراحة. وكان الكابتن الخطيب قد اجتمع أمس الاثنين مع لجنتي المرأة والشباب وأبدأ إعجابه الشديد بنشاطهما، ووجه الشكر والتحية لكل المسؤولين فيها. لجنة تحديث نظام حضور المباريات تضع أطلالها على مجلس الإدارة، بمناسبة بقى إن احنا عارضين الجماهير، لجنة تحديث نظام حضور المباريات بتضع التصور النهائي علشان تعرضه على مجلس الإدارة. عقدت لجنة تحديث نظام حضور المباريات وتأمين الجماهير برئاسة المهندس خالد مرتجب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعها الدوري ظهر اليوم الثلاثاء بمقر النادي بالجزيرة لوضع التصور النهائي لآلية حضور الجماهير للمباريات قبل العرض على مجلس الإدارة في اجتماعه غدا الأربعاء. يا رب بس الجماهير بس نسمح أنها تكون موجودة وبشكل كبير. حضر الجلسة السيد طارق أنديل والدكتور مهند مجدي والمهندس محمد سراج الدين أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب مهندس كمال محسن مدير الحاسب الآلي، وسامح الرفاعي نائب مدير الشؤون القانونية، وأحمد سامي رئيس قسم إدارة المباريات، وأحمد عادل من إدارة المباريات. وناقشت اللجنة الاستراتيجية المتكاملة لتنظيم حضور المباريات وتحديث النظام الإلكتروني الخاص بتذاكر المباريات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يضمن تنظيما مثاليا وحضورا جماهيريا بسلوك مميز وتأمين الجميع، خاصة أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات مجلس الإدارة. سمعنا صوت الجماهير، ده احنا بنسمعه بصعوبة. إن شاء الله ترجعوا وتملوا الاستاد يعني وتفرحونا بيكوا زي ما احنا متعودين على وجودكوا دايما. ملف مهم جدا جدا بيتبناه الكابتن الخطيب، دايما بذكركم عشان تعرفوا ان الناس فعلا مهتمه بحضور الجماهير، وملف من اولويات الكابتن محمود الخطيب كان اول حاجه اتكلم فيها مع سياده الوزير وزير الشباب والرياضه ملف عوده الجماهير. ان شاء الله ياتي بثماره يعني. طيب نروح لأخبار اتحاد كرة القدم. إجراء قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد الأسبوع المقبل. عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة قال إنه اتفق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة ومسؤولي أندية الدوري الممتاز على إجراء قرعة مسابقة الدوري الممتاز الأسبوع المقبل إن شاء الله. وأكد عامر حسين أن مسابقة الدوري ستنطلق في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، مضيفا أنه جاري التنسيق مع الشركة الراعية لاتحاد الكرة لتحديد الموعد النهائي لإجراء هذه القرعة. وأوضح رئيس المسابقات في تصريحات أن القرعة ستقتصر على تحديد أطراف المباريات، يعني أشوف الأهلي يلعب مثلا مع ده يلعب مع ده من غير مواعيد المباريات، مشيرا إلى أنه لن يحدد مواعيد المباريات إلا بعد تحديد الفرق المصرية المشاركة في بطولة الأندية العربية.
حيث انها ستكون مرتبطه بخوض مباريات دور ال 32 بالبطوله منتصف اغسطس المقبل. ويذكر ان مجلس اداره اتحاد الكره قد اعلن تقديم موعد انطلاق مسابقه الدوري في الموسم الجديد 48 ساعه لتقام 1 اغسطس المقبل بدلا من 3 اغسطس. ماشي. ايضا في نفس سياق اتحاد الكره، كرم كردي بيقول لم يتم حسم اي منصب في جهاز المنتخب الجديد. اكد كرم كردي عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري انه حتى الان لم يتم حسم اي منصب داخل الجهاز الفني الجديد للمنتخب. يعني الناس بتتساءل بعد الخروج المؤسف من روسيا، جهاز المنتخب هيبقى شكله ايه؟ المدير الفني هيبقى شكله ايه؟ هتبقى مواصفاته ايه؟ الجهاز الفني المعاون هيبقى شكله ايه؟ مدير الكره هيبقى شكله ايه؟ حاجات كتير جدا ان شاء الله يحسمها اتحاد الكره في الايام القليله القادمه. اضاف كرم كردي ان هناك ترشيحات عديده مثل احمد حسام ميدو وحسام غالي مش مناصب مدير فني، يعني مناصب تانية، إلى أنه لم يتم الاستقرار على أي اسم بشكل رسمي حتى الآن. وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن من المنتظر الإعلان على اسم المدير الفني المنتخب على أن يتحدد بعدها باقي أعضاء الجهاز المعاون. وأضاف أن الاتحاد لم يستقر حتى الآن على اسم المدير الفني الأجنبي، مؤكدا أن المجلس تلقى العديد من السير الذاتية للعديد من المدربين خلال الفترة الحالية. وتابع الشرط الأهم بالنسبة لنا هو أن يكون المدير الفني الجديد لديه خبرة في تدريب المنتخبات الوطنية وأيضا الكرة الأفريقية. مش لازم على فكرة الكرة الأفريقية خالص، مش لازم خالص، وأنا بشكل شخصي أفضل أن يكون صغير السن. ماشي. وقال أيضا نريد التعاقد مع مدرب وفقا للإمكانيات المادية لاتحاد الكرة، ده أهم حاجة، وفقا للإمكانيات المادية لاتحاد الكرة. يعني يا جماعه مش شرط ان انا اجيب مدرب، السياسه اللي احنا ماشيين بيها قبل كده مش شرط ان انا اجيب مدرب عنده خبرات افريقيه. يعني احنا بنروح نلعب مثلا بطوله العالم، كاس العالم، ما لعبناش منتخبات افريقيه، مش شرط. انا عايز اجيب مدرب يعرف اللاعب المصري، يعرف يطلع لعيب مصري، يعرف يعمل شكل للمنتخب المصري. بلد مليانه نجوم ومليانه لعيبه، بس اللي يدور ويتعب ان شاء الله هيلاقي. يا رب ان شاء الله نجيب منتخب او مدرب يليق باسم الكره المصريه ويليق باسم منتخب مصر العريقه. نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم في اخبار الاهلي.